K8029 تسعة بوصة سبيكة مزدوجة أندروز الملاح شاشة كبيرة MB5.0 الحزمة تشمل مشغل MB5 للسيارة سلك الطاقة هوائي GPS إدخال الكاميرا إدخال وإخراج نوسيلي كابل USB 2 دليل التعليمات يجب تحديد DVR والكاميرا وظيفة راديو تفرم لفتم لاسلكي مع ستريو عالي الجودة بحث تلقائي عن القنوات دعم الإعدادات المخصصة بما في ذلك الإعدادات العامة وتفضيلات اللغة USD Language الإنجليزية الروسية البولندية الإسبانية الإيطالية الألمانية الفرنسية إلى دعم وظيفة وصلة المرآة يمكنك استخدام USB لتوصيل هاتفك الراديو مثل نظام تحديد المواقع العالمي GPS الاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة الفيديو يمكنك مزامنة ترتيب أي محتويات لعرضها على شاشة مشغل السيارة كبيرة الحجم أدخل عصا USB يمكنك الاستماع مباشرة إلى الموسيقى في قرصي ومشاهدة مقاطع الفيديو والصور وما إلى ذلك يمكنك ضبط مستوى الصوت من خلال التدوير ويمكنك تمرير شريط التقدم مباشرة على شاشة الكونسول الوسطي وظيفة بلوتوث وحدة بلوتوث مدمجة حرر يديك واجعل من السهل الرد على الهاتف أثناء القيادة قم بتوصيل بلوتوث يمكنك الاستماع إلى الموسيقى مشترك في أنظمة iOS وأندرويد لكن نظام أندرويد يحتاج إلى تنزيل تطبيق تيم ولا يحتاج نظام iOS إلى تنزيل آب دعم أنا الهاتف واي فاي رابط مرآة الشاشة وظيفة تشغيل السيارة متاح لكل من هاتفي أندرويد وآي يمكن لميزة تشغيل السيارة نقل جميع العمليات التي يتم إجراؤها على الهاتف المحمول إلى شاشة التحكم المركزية في السيارة التنقل والاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل واستلامها أثناء استمرار التركيز أثناء القيادة يرجى ملاحظة هذا المصهر ومحاولة الجمع بين السلك الأصفر والكابل الأحمر معاً إلى 12 فولت موجبة والأسود مع السالب إذا لم تقم بتوصيل سلك الزناد العكسي عادة كابل بنت أو براعن بطريقة صحيحة فقد تجد أن الشاشة مقفلة في وضع تبجيل الشاشة الزرقاء يرجى ملاحظة ما يلي طريقة الأسلاك الصحيحة لتوصيل الكاميرا الخلفية سيارة عكس مخطط الأسلاك